السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخواتي الغاليين، كل سنة وأنتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. ورحب بكل أخواتي وحبيبي اللي بتابعوني، برحب بكل القنوات الجديدة اللي بتنضم إلي. ما تحرمش منكم من كلامكم الجميل المحفز في الكومنتات. أحب أشكر كل أخواتي وحبيبي اللي بتابعوني بكل صدقكم بكل أمانة. في الفيديو ده هنعمل كيكة الجيلي بالموز، حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة وسريعة وطعمها كمان لذيذ جدا، ناجحة معاك إن شاء الله من أول مرة. هنسمي بسم الله ونكسر سر الحبيب ونخش على الطريقة. هنشتغل النهاردة ببيضتين زي ما أنتم شايفين، وهنزل عليهم بكيسين من الفانيليا وبالمضرب اليدوي كده، ولا بالعجان ولا بالمضرب الكهربائي. هنزل عليهم بنص كوبايه من السكر، وان شاء الله كوبايه واحده هنعير بها كل المقادير ان شاء الله. معايا البيضتين عليهم كيسين من الفانيليا، نص كوبايه من السكر، هننزل بهم كمان بنص كوبايه من اللبن، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها كده. وهاخد معايا كمان حوالي ربع كوبايه كده من الزيت، او تلت كوبايه او ربع كوبايه ومعلقه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هاخد الزيت وننزل على المقدار زي ما انتم شايفين كده. وبما اني انا مش بحب لون الكيكه يكون فاتح معايا، فنزلت بزره بسيطه جدا من بودره الزعفران لو موجوده عندك. مش موجوده عندك وحابه ان انت برضو يكون ليك الكيكه معاكي يكون اصفر كده وجميل، ممكن تنزلي بمعلقه من فروت بالبرتقال، هيخلي معاكي الكيكه صفرة وجميله. لو انت حابه ان انت الخليط يكون ابيض زي ما انتم شايفين، مفيش اي مشكله خالص. نزلت بكوبايه ونص من الدقيق، وحطيت عليهم معلقه كبيره كده من البيكنج باودر، وذره ملح، ورشه بيكنج صودا، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها كده. بس انا لما ضفت كوبايه ونص من الدقيق وقلبت الخليط زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، لقيته لسه خفيف كده ومحتاج كمان نص كوبايه من الدقيق. الكيكايه دي مش هنضيف لها نشا ولا اي حاجه، هو يا دوب بس الدقيق كوبايتين من الدقيق بالشكل ده. فلقيته خفيف معايا، نزلت كمان بنص كوبايه من الدقيق، لان انتوا عارفين لو خليط الكيكه سائل معاكي او خفيف زي ما هتشوفوا معايا او شفتوها معايا دلوقتي، فالكيكايه هتلاقيها ارتفعت معاكي ما شاء الله في الفرن، ومره واحده هبطت منك وما تبقيش عارفه ايه السبب. وبرده لو الكيكايه تقيله معاكي او الدقيق نسبه الدقيق فيها كتير، هتلاقيها عيلت معاكي بس مكتومه معاكي، مش تكونش هشه وجميله وخفيفه زي ما احنا متعودين تبقى حلوه معاكي كده، مش هتكون احسن حاجة. فلازم نظبط قوام الكيكايه تكون معانا، ولا هي خفيفه ولا هي تقيله زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. احضر بقى الصينيه او البريوش او اللي انت اي حاجه متوفره عندك هتدلق خليها الفرن. وانا جبت معايا كده زي ما انتم شايفين البريوش ده، وحاولت ان انا ابطنه كده برشه بسيطه من الزيت من الجناب ومن تحت، بحيث ان انا ادخلها الفرن ما يتلزقش معايا الشكل ده زي ما انتم شايفين. دي خطوه مهمه جدا، ومع ذلك لزقت مني من النص برده، وهوريها لكم دلوقتي، ما حبيتش ان انا احذف المقطع واوريه لكم. شايفين بقى الخليط معايا، وحطها كده وادخلها الفرن على درجه حراره تكون 200 او 180 لمده كده حوالي 12 دقيقه مش اكتر من كده. جبت الاستيك زي ما انتم شايفين كده، وحاولت ان انا لو في اي فراغات كده في الكيكه اطلعها، بحيث ان هي تكون ملمسها ناعم وجميل كده زي ما هتشوفوها معايا. ادخلتها الفرن. نيجي بقى على ما ندخلها الفرن كده نعمل معايا بقى الطبقه من الجيلي. انا جبت معايا هنا كوبايه ونص من الميه المغليه زي ما انتم شايفين. لو انت هتعملي باكوين من الجيلي يبقى تحطي هتضيفي 4 كوبايات من الميه، بس انا عملت كيس واحد بس من الجيلي، وكان مناسب جدا على مقدار الكيكايه معايا او الصينيه اللي انا سويت فيها الكيكايه زي ما انتم شايفين. وهضيف كمان نص كوبايه من الميه الساقعه، بس ما صورتش المقطع ده. يبقى معايا الكيس الجيلي اخد معايا كوبايتين من الميه زي ما انتم، الكوبايه اللي انا معايره بيها برده الدقيق وكل المقادير هي اللي عايرت بيها الميه للجيلي زي ما انتم شايفين. نركنه على جنب بقى ونسيبه يبرد تماما تماما، لازم خطوه مهمه ان احنا نسيبه يبرد تماما. وده شكل الكيكايه بعد ما طلعتها من الفرن بعد 12 دقيقه زي ما قلت لكم، مش اكتر من كده عشان ما تنشفش معاكي. ولو انت مبتدئه او ما انتش عارفه امتى كيكه استوت معاكي، هجيبي خله او ستيك زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا احطها فيها واطلعها، ما لقيتش فيها عين ولا اي حاجه يبقى معايا الكيكايه جميله ما شاء الله. طيب لو انت طلعتي الخله وفيها اي نسبه عجين، يبقى هتدخلي الكيكايه كمان حوالي دقيقه او دقيقتين وبعد كده اطلعيها. شايفين بقى الحلاوه والجمال، هي هنا ما شاء الله مش ملزقه ولا اي حاجه في الجناب، لان احنا طبعا مبطلين البريوش بزيت من قبل ما ندخله الفرن. جبت هنا الطبق بتاعي وحطيتها كده زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا اقلبها. نيجي بقى للخطوه المهمه. المفروض ان احنا اي كيكايه واي حاجه بنطلعها من الفرن نسيبها تهدى تماما كده حوالي دقيقه او دقيقتين، بحيث ان احنا لما نيجي نقطعها، انتوا عارفين ان اي حاجه بنقطعها وهي سخنه بتفرول معانا وما تكونش متماسكه. فالمفروض ان انا كنت سبتها تهدى دقيقتين كده او ثلاثه، وبعد كده اقلبها علشان ما تكونش ماسكه في الصينيه بالشكل ده، وقامت يعني طالعه الجزء اللي في النص ده ماسك في الصينيه رغم ان انا مبطناها بزيت. وخصوصا انا عندي الشمع بتاع الفرن الحراري بين مستطيل طويل مش شكل حلزوني، بس مع ذلك هنعالج ده كله دلوقتي. انا ما رضيتش ان انا احذفها علشان لو حد فيكم حصل معاه حاجه زي كده يعرف ازاي ان هو يتعامل معاها. جبت بقى الموز بتاعي
هبدأ ان انا اقطعه كده زي ما انتم شايفين. وخطوة مهمة جدا ان احنا نسيب الكيكاية تبرد تماما وكمان الجيلي يبرد تماما، وهقول لكم ليه دلوقتي. جبت شرايح الموز معايا زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى الخطوة المهمة ان انا عصرت ليمونة بسيطة كده على الموز، بحيث ان انت لو فاض عندك اي كمية من الكيكاية مثلا تاني يوم تالت يوم تلاقي الموز معاكي زي ما هو بلونه، ما اسودش معاكي ولا اي حاجة. هنحط بقى نبدأ كده بقطع الموز ننزلها في الجيلي. وعايزة اقول لكم ان كمان الليمون مش بيأثر خالص على طعم الجيلي ولا اي حاجة، يعني لو حد يقول لي لو انا حطيت ليمون على الموز هيغير من طعم الجيلي او اي حاجة، لا تماما ولا اكنك حاطة ليمون خالص. بالشكل ده كده هنبدأ بقى ان احنا نجيب الكيكاية، وهنا حطيتها على الناحية المعدولة، ما حطيتهاش على الناحية هي اللي هي اللي كانت لازقة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهقول لكم ليه دلوقتي. حطيتها وحاولت ان انا اضغط عليها كده ضغطة بسيطة جدا بحيث ان هي تتماسك مع طبقة الجيلي. هاخدها ادخلها التلاجة بقى او الفريزر كده حوالي ساعتين ثلاثة اربعة زي ما تتمسك بقى زي ما انتم شايفين، وبعد كده تطلعوها على طول. نيجي هنا بقى بعد ما دخلتها الفريزر وسبتها كده حوالي 6 ساعات وطلعتها، جبت بقى طبق التقديم وبدأت ان انا اطلعها كده واقلبها على طول معايا كده، اتقلبت معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الحلاوة والجمال قد ايه كده، شكلها شهي وجميل في منتهى الجمال. لو انت جيتي تقلبيها ولقيتيها متماسكة معاكي في الصينية ومش بتطلع بسهولة، ممكن تحطي الصينية في حمام مية حاجة بسيطة خالص حوالي كده 10 ثواني او 5 ثواني هتلاقيها بتتقلب معاكي بكل سهولة. شايفين بقى الخطوة المهمة ان انا قلت لكم ان الناحية اللي كانت لازقة معايا في الصينية خليتها تحت، والناحية المتساوية كانت فوق، بحيث ان طبقة الجيلي وطبقة الموز تكون متساوية معايا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، ولما نيجي نقدمها او نقطعها تكون كلها متساوية معانا، والطبقة التانية هي اللي تحت مش باينة خالص. وكمان لما نقطعها دلوقتي اوريها لكم مش هتبان خالص ان كان في الطبقة اللي هي كانت لازقة خالص. انا حبيت ان انا اوريكم المقطع ده بحيث ان انت لو حصل معاكي حاجة زي كده تعرفي ازاي ان انت تتعاملي معاها، ما تلغيش بقى وتقولي لا ده باظت مني ومش هعملها، لا اتعاملي مع الحاجة كده ان شاء الله بقلب جامد، وهتكون ناجحة ان شاء الله من ايديك بإذن الله. شايفين بقى الحلاوة والجمال. احب الاول اشكر اختي وحبيبتي اللي دخلت لي على فيديو البسيمة وكانت حابة ان هي تستفسر عن المقادير، بشكرك وبحبك في الله جدا ونورتيني وشرفتيني في قناتي، ما تحرمش منك يا رب. ولو اي حد عافيك وعنده اي استفسار اي سؤال عن اي حاجة اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي. لو عندكم اي وصفة وعايزين انزلها لك اكتبي لي ان شاء الله وانا هنزلها لكم. ما تنسيش الورد بتاعي كل يوم من القرآن الكريم، وتكسري من قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بنية رفع الغلاء والبلاء عن امة محمد. بحبكم في الله واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.